أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المتصوفة في بلادنا يبررون دفن مشايخهم في المساجد بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما دفنوهما المسلمون في مقابر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لا في مقابر البقيع. كذابون هؤلاء، قل لهم كذابون. الرسول وأبو بكر وعمر دفنوا في بيت عائشة، ما هم في المسجد، وبيت عائشة خارج المسجد، خارج المسجد ما هو في المسجد، إنما أدخل في المسجد بعد القرون المفضلة، ما كان موجود في المسجد وكان خارج المسجد. هؤلاء يكذبون على الناس ويلبسون على الناس. نعم.